اهلا بيكم يا اصحاب. تعلمنا مع بعض المد بالالف وتعلمنا المد بالياء. يلا بينا النهارده نقرا ونتهجد الكلمات دي كمان ونعرف ايه هو الجديد اللي احنا هنتعلمه النهارده. اول كلمه هيا زهور. زهور. هل تستمعون يا اصدقائي لهذه الضمه الطويله؟ زهور. انها ضمه طويله تكتب واو وتسمى المد بالواو، وتسمى المد بالواو. زهور. زهور. هيا الى الكلمه الثانيه. توت. هل استمعتم لصوت الضمه القويه؟ توت. توت. ايضا كلمه توت فيها مد بالواو، يكتب واو والحرف الذي يسبق المد على تاء وعليها ضمه. توت. توت. هل تستمعون لصوت الضمه القويه؟ توت. هيا الى الكلمه التاليه لنرى هل بها مد بالواو ام لا. حوت. حوت. نعم ايضا بها مد بالواو، انها ضمه قويه وشديده. حوت. والحرف الذي يسبق المد بالواو عليه ضمه وهو حرف الحاء. هيا للكلمة التالية. خروف. خروف. هل استمعتم للمد بالواو؟ نعم، إنه المد بالواو ويسبقه حرف الراء وعليه ضمة وينطق ضمة شديدة. خروف. هل تستمعون؟ خروف. خروف. كلمة خروف بها مد بالواو. هيا إلى الكلمة التالية. سور. سور. نعم كلمة سور بها مد بالواو، ضمة شديدة تسبقها حرف السين عليه ضمة. نعم هذا هو يا أصدقائي المد بالواو، ينطق ضمة شديدة يسبقها الحرف الذي يسبقها عليه ضمة ويسمى الحرف الممدود عليه ضمة كما في كلمة سور. هذا هو المد بالواو. فلنأتي للكلمة التالية ونتهجأها ونقرأها، هل بها مد بالواو أم لا؟ هيا بنا يا أصدقائي. موز. موو. هل هذا صوت الضمة القوية؟ لا يا أصدقائي، هنا الواو تنطق بصوتها موووو وليس وو. موز. موز. كلمة موز ليس بها مد بالواو بل الواو تنطق. انتبهوا يا أصدقائي